صانع المشاكل دائما السيد باسم مرسي لاعب نادي الزمالك، هو اعتذر صحيح. باسم تعرض لعقوبة مالية كبيرة من إدارة النادي وفي تفكير في عرضه للبيع. باسم مرسي بقاله فترة الحقيقة مشغول بصناعة المشاكل وبره فرمته وبعيد عن مستواه اللي خلاه ضمن قائمة هداف الدوري المصري السنة اللي فاتت ومن أحسن مهاجمي مصر السنة اللي فاتت، وكان الناس بتحسد الزمالك عليه. وكمان لأنه باسم بمجهوده كان سبب في فوز الزمالك بالدوري الكاس. باسم دلوقتي معروض للبيع، هو بيحاول يعتذر، لكن هنشوف هل انشغال باسم بحاجات تانية غير الكورة ووصل المستوى لهذا الأمر هيخلي الزمالك يستغنى عنه بسهولة وهيدفع باسم مرسي هذا الثمن؟ أعتقد إنه الاعتذار ربما أقول ربما يغير بعض الأمور.